20 هو اسمه النادي الأهلي بطل أفريقيا ونادي الشعب العربي واحنا ورا الأهلي. طبعا الحمد لله، يعني أنا في مزيج ما بين طبعا السعادة بالأداء وفي نفس الوقت يمكن أنا حزين لعدم تحقيق مركز زي ما كنت عاوز، يعني أهو المركز الرابع برضو أفضل من البطولات قبل كده كنا موجودين فيها هناك، لكن يعني أعتقد بالأداء اللي اتأدى و يعني إصرار اللعيبة كنا نستحق أفضل من كده، لكن الحمد لله وأعتقد إن البطولة دي هي الأقوى. يعني أنا خلال وجودي قبل كده 3 مرات البطولة دي هي الأقوى في خلال 4 مرات اللي انا كنت موجود، ودليل طبعا الفرق مستوى الفرق اللي احنا لعبناها، وبشكر لعيبه النادي الاهلي وبوجه لهم الشكر على الصعوبات من بدايه المشوار الافريقي كمان، لان انا يمكن ما كنتش بتطرق لحته الصعوبات ديت عشان ما يبقاش في استناد للعيبه على اي حاجه، لكن اللعيبه فعلا اجتازت صعوبات اعتقد كان صعب جدا ان احنا نصل للمرحله دي والمحطه دي، فبحمد ربنا طبعا وبشكر اللاعبين، وان شاء الله هيبقى في فتره بقى اعاده ترتيب الاوراق و نشوف ايه اللي ممكن يتم في المرحله دي. مكاسب كابتن حسام؟ والله المكاسب كثيره جدا، المكاسب اولا اول حاجه الفرحه اللي احنا يعني اسعدنا بها الشعب المصري، وكنا بنتابع بعد كل مباراه رد فعل الناس وسعاده الناس، ده كان شيء مهم جدا. في نفس الوقت يعني انتوا برضو متابعين هنا، لكن يمكن النادي الاهلي طرق سمعه في هذه البطوله هناك، ويكفي قول بلاتر امبارح وبلاتيني والاشاده بالاداء نفس في المؤتمر الصحفي امبارح، كل الصحف كل قصدي الاعلاميين الاجانب بيقولوا له، يعني امبارح السؤال اتوجه لي ان النادي الاهلي بيلعب كره مختلفه عن افريقيا، فده شيء اسعدني طبعا، لكن في نفس الوقت هناك بعض القصور برضه في بعض الاشياء، اتكلموا على حته ان احنا بنوصل كتير جدا، يعني يكفي ان انا هقول بند واحد، انت في 3 مباريات عامل 31 تصويبه، يعني اعتقد ده اكبر دليل على الكره الهجوميه اللي بيأديها النادي الاهلي، لكن انا بقول برضو انا بشكر لعيبه النادي الاهلي وبقول جمهور مصر وجمهور النادي الاهلي، يعني انتوا لازم تفخروا باللعيبه دي اللي حققت الانجاز ده. عندنا مباريات كويسه، انا شايف ان في ظل الظروف المتاحه وعدم استعداد الدوري عام ما فيش مسابقات، ما فيش لعبنا 3 مباريات في 7 ايام، ودي برضو 3 مباراة واضح ان في اجهاد طبعا نتيجة الكثافة بتاعت المباريات، لما تلعب 3 مباريات قوية زي دي في 7 ايام حاجة مش سهلة، الاصابات برضو سكان غالي او شريف اكرامي، كل الحاجات دي طبعا كانت مهمة جدا ان احنا نحطها في الاعتبار، لكن بشكل اجمالي احنا ادينا مباريات عالية جدا، اعجاز ان احنا تكسب بطولة افريقيا وتروح تأدي المباراة دي تطلع رابع العالم في ظل عدم وجود دوري عام وفي ظل وجود احتكاك مباراة ودية دولية، الحاجات دي كلها تعتبر اعجاز. والله الحمد لله محمد، ربنا كرمنا بعملنا اداء كويس، كان نفسنا طبعا ان احنا نحقق مركز يعني ناخد ميدالية، ولكن يعني الحمد لله رب العالمين الاداء كان كويس، وعملنا المباراة الاولى كويسة قوي، المباراة الثانية عملناها بشكل محترم جدا جدا اللي مع بطل امريكا الجنوبية، فالحمد لله بشكل عام الحمد لله في رضا تام على الاداء ورغم النتيجه، يعني كان نفسنا نحقق ميداليه، انها برضو نقول الحمد لله. شريف طبعا الموضوع بسيط جدا، يعني شريف بس هو عنده كرامب بسيط في العضله الخلفيه، وان شاء الله يوم ولا اتنين هيبقى كويس ان شاء الله باذن الله. ابو سعود طبعا يعني انت عارف ان ابو سعود بقى له فتره كبيره جدا يعني بعيد عن المشاركه، كان اخر مباراه شارك فيها مباراه المقاولون العرب والاهلي اللي كانت في الدوري، وطبعا بقى له فتره كبيره جدا، فانا بعذره طبعا، انا عارف ان الهدف الاول كان شويه فيه لخبطه شويه، انما الحمد لله يعني انا اطمنك ان شاء الله الامور هتبقى كويسه ان شاء الله الفتره اللي جايه، وربنا يكرمك ان شاء الله. انت عارف ان عندنا بطوله ان شاء الله مهمه في شهر 2، اتمنى ان شاء الله ناخدها وتبقى اضافه لتاريخ النادي الاهلي وانجازاته والجهاز الفني واللعيبه ان شاء الله. مكاسب كتير جدا، بطوله كبيره كل الناس بتتعلم فيها، والحمد لله الاداء الفني كان متميز، وان شاء الله نبدا بقى المرحله الجايه بقى ظروف تكون ظروف احسن من كده والاداء يبقى احسن من كده ان شاء الله. الفرقه ادت اداء كويس، كنا نتمنى ان نبقى مركز احسن، انما الحمد لله فضل الله ما شاء فعل بغل الظروف الصعبه، انا اعتقد ان شاء الله نحاول بقى ان شاء الله نركز في البطولات الجايه ان شاء الله. يعني ده الاجمل بقى الكل ينتظرها ان شاء الله، احسن لعيب في افريقيا يوم 20 ديسمبر في جائزه الاتحاد الافريقي في غانا باذن الله. ربنا يكرم ان شاء الله ويبقى فيه توفيق وتبقى ان شاء الله حاجه كويسه، ربنا يكرم ده لنا ان شاء الله. انا شايف عملنا مباراه كويسه والله، والمباراتين الاولانيين بالذات يعني عملنا فيهم مجهود كبير جدا بدني، اثر على اللعيبه طبعا في المباراه الثالثه،
اعتقد ان في حاجات بسيطه في المباريات دي بتحسم النتيجه، فاحنا يعني ان شاء الله اللعيبه اللي اول مره تلعب في البطوله دي تكون استفادت حاجه منها عشان نوصل بعد كده ان شاء الله المباراه الثانيه ان شاء الله. الحمد لله على الاداء، عملنا اللي علينا، وطبعا الظروف كان نفسنا في مركز اول او ثاني، واعتقد ان الظروف كانت مساعده بس سوء الحظ وتوفيق ربنا ما كانش موجود، فاعتقد ده اللي ضيع منا المركز الثاني او الاول او الثالث يعني. فالحمد لله طبعا على الاداء، وبنعتذر لجمهورنا مره ثانيه. بنعتذر على انتوا عملتوا اداء مشرف في الصحف العامه كلها اتكلمت عن النادي الاهلي. برضه هو جمهورنا دايما بيتوقع النادي الاهلي بيبقى اول او بثاني، ده كان متوقعين كده، بس اعتقد ان الفتره الجايه تبقى افضل. النادي الاهلي قدم عليه، كل اللعيبه ادت بشرف، واعتقد ان الفتره الجايه ان شاء الله كل اهلاوي هيفتخر بالنادي الاهلي. جو اوروبي، تحس انت بتلعب في اوروبا بالظبط، والحمد لله اللعيبه ادت بشكل متميز، والجهاز الفني طبعا كان على اعلى مستوى. بقول الحمد لله، وان شاء الله نروح تاني باذن الله. الحمد لله والله، يعني دي حاجه من عند ربنا، ان احنا يعني كان نفسنا برضو ناخد مركز من الثلاثه، بس الحمد لله الاداء ده يعني عبر للعالم كله. يعني لعبنا كوره كويسه، لعبنا كوره النادي الاهلي اللي معروف بيها، كان نفسنا برضو زي ما انا قلت لك ناخد مركز، بس النصيب طبعا الحمد لله وربنا كرمني. بس اهم حاجه يعني ادعي الكابتن حسام غالي ان هو يرجع بالسلامه، الراجل يعني لعيب كوره محترم، الواحد بيتفرج عليه من بره يعني متعب صراحه، بس ان شاء الله يرجع احسن من الاول باذن الله، والف سلامه عليه ان شاء الله.